اهلا بيكم طلاب الحلوين، طلاب الصف الخامس ومتابعين دايما قناه الاسكوله التعليميه في ماده الدراسات، ومعاكم الساميه. احنا المره اللي فاتت يا اولاد خلصنا جزء كبير من الاسئله الموضوعيه، اختار وصح وغلط واكمل واكتب ما تشير، وطبعا اكيد استفدنا لان ده طبعا مجموعه اسئله هامه جدا في الوحده وشمل الوحده بالكامل. النهارده يا اولاد بقى هنكمل بقيه وحدتنا، وهي الاسئله المقاليه اللي هي بتتكلم عن ايه، عن بما تفسر وما النتائج وقارن واثبت بالادله التاريخيه وكل الاسئله المقاليه الخاصه بالوحده دي. طبعا يا اولاد الاسئله بتاعتنا كلها متجاوب عنها ومتلخصه، تابعونا دايما على القناه بتاعتنا وكل ما هو جديد، واتمنى لكم التوفيق ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. أول سؤال بنطق بيقولهولي فيما تفسر تتعرض الموارد الطبيعية للإهدار، يعني بمعنى أصح كده ممكن تخلص أو تنتهي. إيه السبب اللي مخلي الموارد دي يتتعرض للإهدار؟ أول حاجة على طول هقول كده، بسبب الإسراف في استخدامها، بستخدمها بطريقة خطأ، وعشان كده بيقولي إن هي بتتعرض لإيه؟ للإهدار الموجود في البيئة، أو الإنسان بيسوء استخدامها. طيب نشوف السؤال اللي بعده، قيام الزراعة في الوادي نيل ودلتاه. احنا قلنا هنا ان الزراعة عشان تتوفر عندي في وادي نيل ودلتاه لازم يتوفر عندي حاجتين، تربة خصبة ومية ايه؟ عذبة. الوادي والدلتا فيه مية عذبة وتربة خصبة، يبقى شيء طبيعي ان انا في قيام الزراعة هعمل ايه؟ عندي المية العذبة والتربة الخصبة، وده السبب في ان يبقى عندي قيام زراعة فين؟ في الوادي والدلتا. السؤال اللي بعده، عدم وجود غابات طبيعية في مصر وانتشار النباتات الصحراوية. هو جاب لي السؤالين هنا، ممكن يجيب لي يقول لي غابات، ممكن يقول لي نباتات صحراوية لوحدها. أنا ضميت هنا السؤالين لأن إجابته واحدة، اللي هي إيه يا أولاد؟ بصوا كده معايا، اللي هي ندرة الأمطار. الأمطار نادرة عندي، فطبعا ندرها ده ما بيخليش عندي فيها غابات، وفي نفس الوقت بتنتشر النباتات الإيه؟ الصحراوية. نشوف السؤال اللي بعده، أهمية الموارد الطبيعية. السؤال ده رائع وهقوله لكم بطريقة بسيطة جدا. الموارد الطبيعية الموجودة عندي اللي هي إيه يا أولاد؟ عندي المية والتربة، وعندي كمان المادة الخام، وعندي مصادر الطاقة، وعندي الموارد الطبيعية. دول الخمس نقاط إن أنا هتكلم فيهم وأبدأ أقولهم. المية عندي هنا أول حاجة أهي، المية ضرورية للإنسان والحيوان والنبات. شفت أنا قلت إيه؟ مية، تربة، خامات، مصادر طاقة، موارد طبيعية. وابدأ أشرحها، لو فهمتها بالطريقة دي هتبقى سهل أوي إن أنا أجاوبها. المياه ضرورية للإنسان والحيوان والنبات، عندي كمان هنا التربة لازمة للزراعة، الخامات لازمة للصناعة، طبعا عشان كده بقول إيه، بختصرها وبقول الإجابة اللي أنا عايزها. عندي كمان هنا مصادر الطاقة أساس التقدم الصناعي، وعندي هنا كمان بعض الموارد الطبيعية تقوم عليها السياحة. كده شوف انا قلت السؤال بطريقة بسيطة جدا وسهلة وسلسة، تقدر تجاوبها بسهولة جدا. نشوف السؤال اللي جاي، اهمية المية العذبة. المية العذبة ليها اهمية زي ما المية المالحة برضو ليها اهمية. طب تعال نشوف يا مس احنا بنستخدم المية العذبة دي في ايه. اولها ان هي مصدر رئيسي للشرب، كمان تساعد على قيام الزراعة، وعندي كمان ان هي مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية. يبقى لما اتكلم على الاهمية يبقى هتكلم على الثلاث نقاط دول. يبقى ما بتكلم عن اهمية الموارد يبقى هتكلم عن ايه؟ عن المية، وهتكلم على التربة، وهتكلم على الخامات، وهتكلم على مصادر الطاقة، وبعض الموارد الطبيعية. يبقى انا كده اتكلمت عنهم بطريقة بسيطة وسهلة ونعرف نكتبها بسهولة جدا. كده احنا اتكلمنا على اهم سؤالين، ويمكن يكونوا اطول سؤالين بس لو فهمناه ونعرف نحلهم كويس. نشوف السؤال اللي جاي، أهمية السد العالي. السؤال ده ممكن يقول لي بما تفسر، وممكن يقول لي ما النتائج المترتبة على بناء السد العالي. أهمية السد العالي أهو، حمى مصر من أخطار الفيضان والجفاف، وساعد على توليد الكهرباء. تمام، يبقى أنا عندي هنا حاجتين مهمين أوي اللي هم دول يا أولاد، حمى مصر من خطر إيامس الفيضان والجفاف، وحطيته لكم في الحلقه اللي فاتت، وعندي كمان بيساعد على توليد ايه؟ الكهرباء. شفتوا السؤال ممكن ينوع لي فيه اكتر من صيغه، وعشان كده لما عرضناه اكتر من طريقه. نشوف اللي بعده، اهميه الميه المالحه. انا لسه متكلمه عن اهميه الميه العذبه، طب انا عايز اعرف ايه اهميه الميه العذبه اهي.
مصدر رئيسي لإنتاج الأسماك، يعني بستخرج منها أسماك كتير. إيه كمان يا ولاد عندي؟ أهو يستخرج منها ملح الطعام، وسيلة نقل بحري هام، يستخرج منها البترول والغاز الطبيعي. شفتوا بقى يا ولاد، إحنا كده قلناها بطريقة بسيطة وجميلة وواضحة جدا، ونكتب اللي إحنا قلنا ده وناخد الدرجة كاملة. نشوف السؤال اللي بعده، أهمية الحديد في الصناعة. بيقول لي هنا الحديد ده ليه أهمية، بيدخل في إيه؟ أنا اتكلمت في الحصة اللي فاتت وقلت في الحلقة اللي فاتت بقول إن الحديد عندي بيستخرج من منطقة الواحات البحرية، طب إيه أهميته؟ بصوا كده يا ولاد، أولها إن هو بيعتبر أساس الصناعات الحديثة، الجملة لازم أكتبها، إن هو بيعتبر هو اللي بيساعد على قيام الصناعات دي. كمان بيدخل في صناعة إيه؟ السيارات والآلات وقضبان السكك الحديدية. بس كده، شكرا، انا كده كتبت الاجابه كامله. يبقى انا اقول هنا بيعتبر اساس الصناعه الحديثه، يدخل في صناعه السيارات والالات وقضبان السكك ايه الحديديه. طب الاهميه، اهميه الفوسفات، احنا قلنا ان هو بيستخرج من منطقه ابو طرطور، طب ايه اهميته يا مس؟ بيستخدم في صناعه الاسمده الزراعيه، وعندي كمان المبيدات الحشريه. الاثنين دول من اهم حاجه عندي للفوسفات، وطبعا بيصدر بكميات كبيره الى الخارج. السؤال اللي بعده، الأهمية الاقتصادية للمنجنيز. تمام، المنجنيز أنا بستفيد منه بإيه بقى؟ أهو بيستخدم في صناعة الحديد والصلب، أو الصلب بالتحديد، عشان يزودها صلابة. نشوف السؤال اللي بعده، أهمية الذهب. يستخدم في صناعة الحلي زي ما قلنا قبل كده، وبعض أنواع من العلاج. طيب نشوف السؤال اللي جاي، إيه جهود الدولة بقى لتنمية الموارد المعدنية؟ ايه اللي الدولة بتعمله عشان تنمي هذه الثروة؟ الثروة المعدنية يا ولاد غنية جدا، حديد، منجنيز، فوسفات، ذهب، كل ده انا لازم استغله عشان ازود الصناعة بتاعتي. الدولة عملت ايه هنا؟ اولها ان هي شجعت المستثمرين على البحث والتنقيب عن المعادن، وعملت ايه كمان يا ولاد؟ البحث عن بدائل مثل البلاستيك، يعني بمعنى اصح كده بدات تدور على حاجات تانية، لان الحاجات دي مجرد ان انا خدتها من الارض بتنتهي، فانا لازم اعمل بديل تاني. عندي كمان استخدام وسائل تكنولوجيا حديثه في البحث والتنقيب عن هذه المعادن. يبقى دي جهود الدوله لتنميه الموارد ايه؟ المعدنيه. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه اهميه الغاز الطبيعي؟ الله، يعني الغاز ده ليه اهميه؟ طبعا زمايلكم من شويه بيقولوا احنا بنستخرجه من منطقه شمال الدلتا في حقل ابو ماضي، طب انا بستفيد منه بايه؟ بيستخدم في الاغراض المنزليه، بيستخدم في توليد الكهرباء الحراريه، بيستخدم في بعض وسائل المواصلات. نشوف السؤال اللي بعده، اهميه الطاقه الشمسيه، انا بستفيد من الطاقه الشمسيه في ايه؟ عندي حاجتين مهمين قوي يا ولاد، في تسخين المياه والاغراض المنزليه، وعندي كمان بتعتبر ايه؟ طاقة نظيفة ودائمة وغير ملوثة للبيئة. أهمية السدود والقناطر، أنا بستفيد من السدود والقناطر بإيه؟ كلمتين بالظبط في سنة خمسة، اللي هما إيه؟ بصوا كده، تساعد في توليد الطاقة الكهرومائية. السؤال اللي بعده، ما جهود الدولة لتنمية الطاقة؟ أنا اتكلمت عن تنمية الثروة المعدنية، دلوقتي أنا هتكلم عن تنمية الطاقة، إيه اللي الدولة تعمله عشان تنمي الطاقة دي؟ سواء كانت طاقة متجددة أو غير متجددة. أولها إن أنا بهتم بالبحث العلمي في استخدام الطاقة المتجددة، يعني بمعنى أصح كده إن أنا أستخدم التكنولوجيا الحديثة في عملها. عندي كمان إن أنا تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عنها، عن الطاقة دي. وعندي كمان ترشيد استهلاك الطاقة. يبقى أنا عندي هنا ثلاث نقط مهمين قوي في جهود الدولة، اللي هم الاهتمام وتشجيع وترشيد، إن أنا أهتم بالبحث العلمي، أهتم أو بشجع المستثمرين على البحث والتنقيب، أعمل ترشيد استهلاك الطاقة. ما مميزات وعيوب الطاقة المتجددة؟ الطاقة المتجددة ليها ميزة وليها عيب، عايز أعرفهم إيه هم يا أولاد. ميزتها إن هي طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. طب يا مس، هي لها عيوب؟ طبعا للاسف الشديد ان هي بتحتاج لوسائل تكنولوجيا عاليه قوي، مكلفه يعني، متقدمه قوي، وكمان بتحتاج الى رؤوس اموال ضخمه، اللي هم دول. يبقى هي بتحتاج الى وسائل تكنولوجيا متقدمه، وبتحتاج الى رؤوس اموال ايه؟ ضخمه. يعد الفحم اقل اهميه اقتصاديه من البترول والغاز الطبيعي؟ والسؤال ده مهم جدا. الفحم ليه يا اولاد؟ احنا قلنا قبل كده لانه عندما يحترق
يخرج منه كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون فيعمل على تلوث البيئة. السؤال اللي جاي بيقول لي ايه اسباب تلوث المية؟ ايه اللي بيخلي المية عندي تتلوث؟ انا هقولها لكم بطريقة ظريفة جدا. انا بقولها هنا، انا هعرضها الاول عشان اعرف اقول لكم تحفظوها ازاي او تعرفوها ازاي. هي كلها حاجات انا برميها في المية، فشيء طبيعي ان هي تعمل لي تلوث. يبقى انا عندي هنا ايه؟ القاء والقاء والقاء وتسرب. القاء ايه يا مس؟ القاء الصرف الصحي. مخلفات للاسف، الصرف الصحي والصناعي في الميه. طب ده صح يا ولاد؟ طبعا ده غلط جدا، لان ده بيلوث الاسماك، وبالتالي الاسماك لما هتتلوث الانسان هياكلها ويتلوث اكتر. يبقى المفروض ما اعملش الكلام ده. والقاء كمان مخلفات الصرف السفن، وعندي كمان مخلفات الصرف الزراعي، وتسريب زيوت البترول من ناقلات البترول. يبقى انا عندي هنا الاسباب الاربع حاجات دول، اللي هي القاء مخلفات الصرف الصحي والسفن والصرف الزراعي وتسريب زيت البترول من ناقلات البترول. السؤال اللي بعده، ما جهود الدولة لحماية المياه من التلوث؟ ايه اللي الدولة المفروض تعمله عشان تحمي المياه من التلوث؟ لازم اعمل قوانين وتشريعات ان انا ما ينفعش القي بالكلام ده في المياه. معالجة مخلفات الصرف الصحي والزراعي فيها، وان انا ارشد استهلاك المية. ما ينفعش يا اولاد ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقعد فتحها كده على طول، لا، انا المفروض احافظ على كل نقطة مية تعتبر حياة. يبقى معالجة مخلفات الصرف الصحي والصرف الزراعي وترشيد استهلاك المياه. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ما النتائج؟ ما النتائج بقى يا اولاد؟ انا بقول النتيجة اللي ترتبت على كده ايه؟ نشوف كده بيقول لي ايه. النشاط البشري في مجال الصناعة ادى الى ايه؟ يعني بمعنى اصح لما اصبح عندي في صناعة ده ادى الى ايه؟ اهو، ادى الى نمو المدن وتزايد وسائل المواصلات. ولو عكست السؤال وقلت بما تفسر نمو المدن وتزايد وسائل المواصلات، ده بسبب النشاط البشري في مجال الصناعة. نشوف السؤال اللي بعده، نظرة الامطار في مصر ادى الى اهو، ادى الى نمو النباتات الصحراويه وعدم وجود غابات. انا بعكس السؤال. طب السؤال اللي بعده، سقوط الامطار الشتويه على السواحل الشماليه ادى الى ايه سنه 5؟ ادى الى قيام حرفه الزراعه على السواحل الشماليه. التوسع في استخدام الطاقه المتجدده، يعني انا لو عملت توسع ونميت الطاقه دي ايه اللي هيحصل؟ طبعا دي طاقه نظيفه وغير ملوثه للبيئه، وعشان كده بيقول لي ان هي ادى الى حمايه البيئه من التلوث. السؤال اللي جاي، النتيجه مترتبه على القيام بعمليه تكرير البترول. يعني انا لما بكرر البترول ده بيحصل ايه؟ نقول كده يا ولاد، اللي هو ادى الى فصل مكونات البترول عن الزيت الاصلي واستخراج منه البنزين والكيروسين والسولر والمازوت. وجود الفوسفات بكميات كبيره في مصر، انا عندي فوسفات كتير، فعامل في ايه؟ المفروض ان انا بصدره لايه؟ بصدره الى الخارج. اهو، يبقى ادى الى تصديره الى الخارج. تشجيع المستثمرين على البحث عن ابار البترول، انا لو شجعت المستثمرين ان هم يجيبوا لي بترول وغاز طبيعي والكلام ده، ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ايه؟ شوف انا بقول ايه؟ هيؤدي الى تنميه الثروه المعدنيه. إلقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في المياه، لو أنا ألقيت المخلفات دي إيه اللي هيحصل؟ هنقول هنا أدى إلى تلوث المياه والأسماك طبعًا، ويسبب أمراض خطيرة جدًا للإنسان. قارن بين ما بين الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. الله، جميل السؤال ده، من حيث التعريف ومثال لكل منهما. عشان أجاوب السؤال ده أنا هقول هنا وجه المقارنة ما بين الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. طب جميل قوي يا مستعباء، نعرف ده ونعرف ده. أول حاجة هنا بيقول لي التعريف، الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفذ باستهلاك الإنسان لها، ما بتخلص. طيب زي ايه يا اولاد؟ قلنا زي الشمس والرياح. طب الطاقه الغير متجدده، الطاقه التي تنفذ باستهلاك الانسان لها ولا يمكن تعويضها. طب ايه رايكم نشوف المثال بتاعها؟ المثال بتاعها اهو، انا عندي هنا الشمس والرياح والميه، وعندي هنا الفحم والبترول والغاز الطبيعي. بكده احنا خلصنا حلقتنا النهارده في الاسئله المقاليه في الوحده الاولى. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح دايما على قناتنا، ودايما تابعونا في مراجعتنا. أتمنى لكم كل خير وسعادة ونجاح على القناة الإسكولة التعليمية، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات الجاية.